السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواتي احبابتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير ويلقاكم فيديو في احسن الاحوال. وصفتنا نهار اليوم راح تكون وصفه الجلجلانيه، مع انه يعني سبقت وشاركتكم هذه الوصفه، لكن الكثير منكم كي شاركتكم يعني مقتطفات من تحضيراتي لاستقبال ضيوف الرحمن، حوست عليها واكيد مش راح نبخل خياتي العزاز بالوصفه. وهذه الجلجلانيه تقدم مع لاتاي، يعني الافراحكم ومناسباتكم تقدموها مع لاتاي، تجي مع السلطه، تجي طريه معلكه، يعني واحد القوام ما شاء الله. هنخليكم مع الفيديو تشوفوا التفاصيل. بسم الله على بركة الله والصلاة والسلام عليك حبيب الله. أول حاجة نسحقوا الكاوكاو يا البنات، من الأحسن ديروا خليط بين كاوكاو مقشر وكاوكاو بالقشور. أنا عندي كيلو نتاع كاوكاو يكون مقشر والرطل نتاع كاوكاو يكون هكذا بقشور، ونحمسهم مليح يعني حتى ياخذوا لون ذهبي شوية فونسي باش تجي هذيك الجلجلانية بنينة خير وخير. نرحيهم تحت المتوسط يا البنات، يعني فغيمون نرحيها رقيق، ماشي بودغ بصح شوية مرفود على البودغ. أنا هذاك الكاوكاو اللي بقشور رحيته به بقشور يا البنات، ما صيرته ما نحيت له قشور ما والو، عبرتهم زوج كيلات نتاع كاوكاو مقشر، كيلة نتاع كاوكاو بالقشور. نحط عليهم كيلة إلا ربع نتاع سكر اللي كنت رحيته يا البنات، سكر عادي وجوزته في الأجواق، كسرت له يعني هذيك الخشونية الزايدة. حطيت عليهم مغرفة كبيرة نتاع لافاني ونخلط كامل النواشف هكذا مع بعضهم، ولهنا راح نحط زوج مغارف يكونوا كبار نتاع ماركارين، ما يعادل 100 غرام، يعني كل مغرفة فيها 50 غرام. ندخل هذيك الماركارين ونبسس مليح هذاك الكاوكاو هكذا كيما موضح في الصورة. كيما سبق وقلت لكم يا البنات، الوصفة الأصلية تاع الجلجلانية تجي فيها زوج كيلات نتاع كاوكاو وكيلة نتاع جلجلان، لكن انا نفضل ما نديرلهاش الجلجلان الداخل، عوضت هذاك الجلجلان بالكاوكاو اللي بالقشور، هو اللي يزيد لها يعني واحد البنه ما تتصوروهاش يا البنات. ولهنا انا قسمت الخليط ديالي هكذا على زوج باسكو الجفنه شويه صغيره، ويعني باش نضم لاباط ديالي بكل اريحيه راح نقسمو على اثنين هكذا كيما راكم تشوفوا. راح نجيب ثلاثه صفار بيض، وعندي لهنا خمسه حبات بيض كومبلي، مبدئيا نحطو ثلاثه صفار هكذا وشويه من البيض الكامل، ونبدا نضم في لاباط ديالي بالتدريج. نحاول هذيك لاباط نعسلها مليح يا البنات بين يديا باش يدوب لي هذاك السكر وتجيني طريه ومعلكه خير وخير، وميم طون نحاول ما نعجنهاش فوق لازم، باسكو هذا راهو كاوكاو. الا خرجت لكم لاباط ولا خرج لكم هذاك الكاوكاو زيد ديالو، الجلجلانيه ديالكم راح تجيكم يابسه. شوفوا كيفاش راني نضيف في البيض بالتدريج وراني نحاول نعسلها. الكاوكاو ما يخفى لكمش يشرب يا البنات كتر من اللوز يعني بالبزاف. شوفوا القوام اللي لازم نتحصل عليه، شتو كيفاش راهي معسله ومعلكه ما شاء الله، هذا هو القوام اللي لازم نتحصل عليه. راح نغطي عليها نحطها في ساشي تقعد يعني من ساعتين ثلاثه حتى الليله كامله في الفريجيدار، ولهنا راح نكمل يعني نضم باقي لاباط اللي بقات لي بنفس الطريقه. بعد ما ريحت لاباط ديالي نقولوا واحد ثلث سوايع هكذاك في الفريجيدار، نجي نبسطها لهنا. نتوما يعني تتحكموا في العلو اللي حبيت، مع انه الجلجلانيه ما تحبش تجي عاليه فوق اللازم، انا نقولوا طبحتها على سمك واحد سنتيم هكذاك بالتقريب. شوفوا يا البنات الطابع ديالي قبل كل مره نطبع به نحطه في الماء باش يطبع لي فاسيلمون وتجي هذيك الحبه بيان فيني وتخرج لي يعني من الطابع فاسيلمون. واكيد تقدروا يعني تستعملوا الطابع اللي حبيتوه. اول حاجه حنعاود لكم لهنا يا بنات، اول حاجه لازم ندير هذاك الطابع في الماء، نشمخو في الماء، من بعد نطبع الجلجلانيه ديالي، نجوز عليها بالموس ونبقى نحرك فيها هكذا باش تخرج لي بيان فيني. وهاي ليك شوفوا كيفاش يعني تديمولها فاسيلمون. هذه هي الكميه اللي خرجتها لي كيلو ورطل، خرجت لي نقولوا بالتقريب واحد 60 حبه هكذاك. ولهنا نجوزها في بياض البيض، من بعد نزيد نجوزها في الجلجلان. الجلجلان لهنا راهو خطر يعني ماهوش محمس هكذا، نحاول يعني ما نكثرلهاش فوق اللازم الجلجلان، من بعد نزيد نفيني لها الاطراف هكذا باش تجيني متحوفه وبيان فيني خير وخير. نعاود لكم حبيبه، نجوزها هكذا في بياض البيض، من بعد نحي داك البيض الزائد، من بعد نجوزها هكذا في الجلجلان، ترفد يعني قيسها برك ما تكثرولهاش فوق اللازم، ومن بعد نفيني لها هذوك الجوانب هكذا وندخلها طيب في الفول. انا مسخناته 5 دقائق مقبل على 180 درجه. شوفوا يا بنات الجلجلانيه طيب كيما نطيبو مخبز ومقروط اللوز، يعني تنشف برك تمن 10 دقائق الماكسيموم، يعني جوست تنشف معايا ونطفي عليها، ما تخلوهاش تفوت يعني المده المحدده في الطياب، باسكو كان طيبوها فوق اللازم راح تيبس معاكم وراح تنشف معاكم هكذاك وهي سخون. يعني جوست نخرجوها من الفور نطلقوها في عسيله تكون دافيه، على عسيله تكون ثقيله بدون اي اضافه. تقدروا طيبوها
كيما تقدروا تشروها، المهم تكون ثقيله. حنحطها تتعسل التعسيله الاولى، نخليها ساعتين ثلاثه يعني حتى تتشرب بالطبع، من بعد نحيها ونخليها في الكسكس تستقطر. اما التعسيله الثانيه يا البنات، الجلجلانيه تكون بارده والعسيله تكون سخونه مليح يعني قريب ترحق لمرحله الغليان. نزيد نحطها تتعسل للمره الثانيه، نقولوا المره الثانيه ما تحبش يعني تطول بزاف، 10 دقائق ربع ساعه تكفيها يعني صلاه النبي، راح تتعسل حتى لقلبها ما شاء الله عليها. الحاجه اللي مليحه في الجلجلانيه يا البنات يعني تقدروا تزينوهاش يعني تخدموها السمانه مقبل المناسبه اللي عندكم، كي تلحق هذيك المناسبه هذاك النهار ولا نهار مقبل تقدروا تعاودوا تعسلوها مره واحده اخرى. دائما نقول لكم العسيله تكون سخونه مليح باش تتشربها الجلجلانيه حتى لقلبها. اما التزيين تقدروا ديروا تزيين اللي حبيتوا يعني، تقدروا ديروا خليط نتاع مكسرات، تقدروا ديروا حبه جوز وحدها هكذا في الوسط، سينو تقدروا ديروا كيما درت انا، نقطعت حبيبات تاع اللوز هكذا بالقشور تقطيع عشوائي، دفيت كيلو تاع جلوكوز مع كيلو نتاع عسيله، نقولوا عبر عبر، حطيتو فنجل عسيله حطوا فنجل نتاع جلوكوز، خلطهم مع بعضهم حطوهم فوق النار يدفوا، ارموا عليهم هذاك اللوز ولا اي نوع تاع مكسرات، من بعد خلوهم حتى يبردوا تماما يا البنات باش يعني تتحكموا في هذاك المكسرات وفي هذاك التزيين، يعني يولي حاكم روحو يولوا يتلاصقوا وتقدروا تزينوا بهم فاسيلمون هكذا كيما موضح في الصوره. نحط هكذا كميه من اللوز عشوائيا ولا اي نوع تاع مكسرات حبيتوه في وسط تاع الحبه، وفي الاخر نزيد لها هكذا زدت لها هذه اللمسه نتاع الورد اي لون حبيتوه هكذا في الوسط. ولهنا هاي ليك الججلانيه ديالي واجده بسم الله ما شاء الله وصلت. السلام عليك حبيب الله، تحفه يا البنات شكلا ومذاقا، صدقوني ما كانش اللي ذاقتها ما هبلتش على المذاق ديالها. كيما سبق وقلت لكم يعني خلاو كامل الحلويات نتاع الجوز نتاع اللوز البريستيج الشوكولا والو، الجلجلانيه اللي تذوقها زيد تحوس على حبه واحده اخرى بصحتهم بالصحه والهنا عليهم. ولهنا خياتي سمحوا لي ما قسمت لكمش يعني حبه تشوفوا القوام ديالها من الداخل، باسكو بكل صراحه ما كنتش ناويه نحط الفيديو تاع الوصفه لاني شاركته معكم قبل، ما نحبش يعني نبقى نعاود. كي شفتكم يعني كامل اصريتوا وتحوسوا على الوصفه اكيد مش راح نبخل خياتي العزاز بها. هذه كانت وصفتنا نهار اليوم، ان شاء الله تنال رضاكم وتطبقوها وتنجحوا فيها، وتنوروني بدعوه خير الى فيديو قادم، خليتكم في رعايه الله وحفظه.